بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ردينا الملاعب، بداية تمرين تعب بس الحمد لله ردينا، وبنبلش اليوم اختبارات إن شاء الله تكون العودة زينة حق المباريات. كابتن احمد يوسف، كمعار من العربي للشباب، مظبوط؟ مظبوط. بنهاية الموسم تنتهي الإعارة، هل ده يعني إن أنت ترد تاني العربي ولا هتجدد لا معاه؟ إن شاء الله راح أرد العربي، وبعدين يبين مع الإدارة العربي إن في تجديد أو أكمل مع النادي العربي. كان في بعض التصريحات العربوية لمحت إن أنت إن شاء الله ترجع النادي، إن هم محتاجين كل اللاعبين في الفترة اللي جاية، هل والله شكل تحدي لي الفترة الجاية؟ ان شاء الله، والله هذا نادي الشباب اول شيء راح يكون تحدي لي عشان ارجع حق نادي العربي واكون بلياقه زينه واكون جاهز حق نادي العربي، وان شاء الله اكمل مع النادي العربي. طيب، باعتبارك لاعب سابق في النادي العربي وان شاء الله ترد الفتره اللي جايه، هل لاحظت ارتفاع مستوى العربي في الفتره الماضيه واستقرار نسبيا شويه؟ شايف الاسباب ايه؟ والله ارتفع اداء نادي العربي من استقرار التشكيله، والمدرب عرف انه يشكل لاعبين، واللاعبين كان ادائهم زين بالملعب وكانوا يطلعوا من نتائج زينه والله. هل العربي قادر على انه ينافس على البطولات مره ثانيه في الموسم ده؟ اكيد ان ايه شاء هي الله، الشروط يعني للعربي؟ والله ان شاء الله عوده الشباب اللاعبين الصغار راح يشيلون النادي العربي مره ثانيه ان شاء الله، وراح يرد نادي العربي نفس ما كان قبل ان شاء الله شكرا لك. حبيبي.